وانت بخير. وانت بألف خير. شكرا. الحمد لله. الله يسلمك حبيبتي. امين دع الجميع حبيبي. كل عام وانت بخير. وكل عام وانت بخير وان شاء الله عام كله بخير يا رب. ان شاء الله على جبل عرفه. نعم ان شاء الله. ان شاء الله. شلونك؟ ان شاء الله الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو تصير منك؟ منو هذه؟ منو اختي؟ شنو منو؟ اكو احد ويانا غيرها؟ لا. يعني هي الامي. لا. زين انت ايش قد عمرك؟ 10. 10. اخذت عيديات هواي؟ خذت 5 بس. لا 5 من بابا و 5 من بيتي و 5 من ماما. يعني 15. لازم تروح تشوف عمامك وخوالك وقرايبهم. ايه ينطوك عيديات هوايه. عمي من اعطاني 5. صحيح. الف عافيه. بعد ان شاء الله باكر هم ينطيك. كل يوم ويه بالعيد قول له كل عام وانت بخير. عمي اعطيني عيديه مو بس مره واحده. لا ابد ما اقول لهم. في عليك شلون؟ هم اللي يعطوني عيديه مو اللي اقول لهم. قول لهم. لا 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 حتى لو ينسون. المهم النفس هي الاغلى. صدق؟ صحيح. يعني انت لما تقول لهم اريد عيديه عندك عزه نفس؟ اي احسن من ما اقول لهم اعطيني عيديه وبين نفسي ضعيف. هاي شنو؟ سمعت له لا؟ حمزه يقول اني ما اقول لعمي انطيني عيديه امشي عزه نفسي وتبين انه انا ضعيف منه اقول له انطيني عيديه ما ترام. خجلتني عمي. شنو معناها؟ أنا هماتين لازم أقول للحمزة ما أريد عيدية. أقول للحمزة لو نقول له ينطيني عيدية شكرا. أقول له لا شكرا عمو. شكرا عمو. حمزة شكرا. زين أنا إذا سألتك سؤال وأنت جاوبت أنا راح أعطيك هدية بزودك. ها يلا سألي. فهمتني؟ سألي سألي. أوكي هسه شوية وأسألك. أوكي أوكي. زين أنت شلون شو بالعيد؟ الحمد لله تمام. شنو سويتي بالعيد؟ يعني طلعنا على الاهل وبيت الاقارب وكل. الف عافيه. شو سويتوا اول يوم غدا عيد؟ كان باميه. الف عافيه. زين لحقتوا على الجيمر والكاهل ولا؟ اي اي اكيد. الف عافيه. لازم كل عيد. انتي ساعدتي ماما خلال شهر رمضان المبارك ولا كنتي بس نايمه؟ نايمه. ما سويتي شيء؟ يعني نوم ودوام. نمتي هواي؟ اي هواي. اكثر من الدوام. نامت هواي اكثر من الدوام. نوم العافيه. الله يعافيك شكرا. زيد عمرك؟ 14. قد صار عندك عيدية بأول يوم؟ يعني 50 تصير أكثر. وبعدك مستمرة الجمع؟ أي أي. ما بقى شيء لما يخلص العيد. أنت إن شاء الله طابة 100. أي أي. مصحيح؟ إن شاء الله. يعني أي شيء 100 دولار. إن شاء الله. حلو. زين شنو برأيك راح تسوين بالعيدية اللي جمعتيها من أول يوم لآخر يوم؟ يعني إنه ملابس وهيك أشياء. أشياء لطيفة. أكسسوارات. أي هاي الأمور. ألف عافية. أنتوا من وين؟ الله يعافيك. يعني. أدري من بغداد. إيش دعوة عليك؟ يعني كرخلة ورصافة؟ لا رصافة. حلو. وين ناوية تطلعين بعد بالعيد؟ يعني هو بس الأهل وهيك يعني. بس أهلي يطلعين إيه مكان إيه. معين؟ لا لا ها. ما أحب. إيه حلو. زين نشوفكم بخير. راح أعطيكم مثل. لا شو أنت ما مركز وياي. إيه أنت تباوع. قاعد على أخوي. على أخوك؟ هذا أخوك؟ أخوك ما خلى مكان ما راح. زين راح أعطيكم مثل ولازم انتم تكملون المثل. يلا جاهز؟ جاهز. حماس؟ جاهز. جاهز؟ جاهز. جاهز. اوكي بس شكلك ما راح تجاوب. انت بس جاهز. يلا جاهزه؟ جاهزه. يلا اكو مثل يقول لو ردت صديقك دوم. ايوه. ايوه. اهلك وين؟ اهلي. انت والدتهم؟ الله يحفظك ان شاء الله. اكو مثل يقول لو ردت صاحبك يوم. شنو التكمله؟ شنو شنو لو ردت صاحبك دوم حاسبه كل يوم. هذا شنو يصير منك الرجال؟ بابا. بابا بابا شاطر. صفق البابا. صفق له بقلب. صح. احنا صارف عليك برمضان وصارف عليك بالعيد وصارف عليك عيديه تصفق. يلا طبقت. عاشت عيدكم. والجواب صحيح. والمثل يقول لو ردت صاحبك دوم عاتبه كل يوم لو حاسبه كل يوم. تعرفي شنو معنى المثل؟ اي يعني انه انت اذا محتاج صديقك دائما يكون وياك فانت دائما احكي وياه وانه حاسبه على انه ليش ما واقف كذا. مو ليش ما واقف لي، عاتبه على الاخطاء او الهفوات اللي تصير بعلاقتكم. لا تعبر له كل شيء. لا اي انه لازم نحدد الموضوع ونحله. اذا صار لان انا اذا على كل شيء يلا ويلا ويلا هاي مو صداقه حقيقيه. صحيح. فعلا. يلا
هذه هدية مقدمة من ايدل بيوتي بحي الجامعة. بالعافية عليكم، عطورهم من وكالتهم الخاصة ولكم خصم 20%. ألف عافية، تستخدموا. شكرا، مع السلامة. شكرا، وانت بخير. وانت بخير، ان شاء الله كله بخير. كل دول عيونك، عيوني انت.